الصدمات المتتالية بتعمل حاجة اسمها البوست تروماتيك سيمبتومز ديس اوردر، او اضطراب كرب ما بعد الصدمة، بيكون من جملة اعراضه زي اعراض الاكتئاب كده، بس ده بيكون ليه سبب واضح اللي هي صدمة انا مريت بيها او مجموعة صدمات متتالية. عايز اقولك ان اكتر الامور اللي بتوقع الناس في التروما دي، في الصدمة الكبيرة، هي ان انا افكر في حل المشكلة. بصي، من الفشل الزريع والحاجات اللي تجيب احباط مزمن ان انا احاول احل المشكلة اللي قدامي. سبق ان مفيش حاجه اسمها حل المشكله، لان حل المشكله معناها عدم حدوثها من الاصل. تمام. ولكن انا بنصح بحاجه اسمها اداره المشكله. وانا جاي لك النهارده، العربيه اللي كنت بعتها لي دي تعبانه جدا، فهطلب بيها في السكه. تمام. طبعا انا قعدت افكر ازاي احل المشكله علشان خاطر الحق اروح الحلقه، وطبعا ماها عصبيه وممكن تطرقعني اول ما اوصل متاخر كالعاده. طيب حل المشكله دي ازاي؟ حرام عليك. معلش عشان الناس تعمل لي سايكو سبورت ومش هقدر عليك لوحدي يعني. طيب شكرا. افكر في حل المشكله دي ازاي؟ قعدنا يا ابني السواق افتح الكبوت، نزل الكبوت، طب اعمل ريستارتر العربيه، طب دور. احنا قعدنا نفكر في حل المشكله دي، وبعدين لقيت ان انا حل المشكله بيخليني ما احققش الهدف اللي انا عايزه. الهدف اللي انا عايزه ايه؟ ان انا اجي الحلقه، مش ان انا اصلح العربيه. حصلت مشكله خلاص، اركن يا ابني انت بالعربيه بالسلطات بتاعتك دي على جنب، وانا هوقف تاكسي واروح الحلقه. يبقى انا حققت الهدف ولا ما حققتوش؟ حققت. طب لو انا كملت في الفحوصات بتاعه العربيه كنت هلحق اجي الحلقه؟ لا طبعا. بس خلاص، يبقى انا مش عايز اركز خالص على حل المشكله، انا بركز على تحقيق الهدف، لان التركيز على حل المشكله ده اكتر حاجه بتجيب احباط. لو كل مشكله حصلت لك في حياتك، كل يوم بيحصل لك مجموعه من المشاكل، سواء انت السبب فيها او اللي حواليك السبب فيها، لو انت السبب فيها او غيرك سبب فيها، ما ينفعش تقفي عندها، لكن لازم تعديها عشان تحققي الهدف اللي انت عايزاه. يبقى من اكتر الامور اللي بتعمل احباط هو تركيزنا بوعي او بدون وعي على حل المشكلات، مش تحقيق الاهداف. بص، الاحباط بيزيد جدا لما تقرري تغيري الناس اللي حواليك. تمام. دي كارثه محققه. يعني يوم ما تاخدي القرار، بس فرضا ان انا مضطر اغير الناس الحياه، لا يا فندم، لا ده منهي عنه شرعا الكلام ده، ومنهي عنه نفسيا. منهي عنه ازاي يا فندم؟ يعني شخص بيأذيني نفسيا. ايوه ايوه يا فندم. اكمل يعني استمر؟ كويس. تعالي كده اخدك من ايدك ونطلع بره الاستوديو، وعدي لي كام، ولا نبدا من الاستوديو مفيش مانع، وعدي لي كام واحد بيأذيكي نفسيا. عودي بقى عدي، هتعالجي الناس دول؟ هنرجع تاني لنفس قافه حل المشكله وليس تحقيق الهدف. وصلالك القصة؟ أوكي.